حكم، شاب في مقتبل العمر 24 سنة، من الطلبة الأوائل المتميزين بالدراسة دائما، طموح حالم، يحب يخدم بلده بكل ما أوتي من قوة. كان أبوه دائما يقول له أنت راح تدخل كلية هندسة وتصير مهندس كهرباء كلش كبير. قبل يومين استلم شهادة الماجستير بهندسة الكهرباء وفعلا بدا يشتغل بيه. يلا جايك عشان يصير اخطبوط ويتي عدس ابدل لا وجهك. كم يد عداني اخطبوط شنو؟ بينما مصطفى 32 سنة، 6 سنوات بالثاني متوسط ما قدر يطلع منه. مشكلته بالدراسة الرياضيات والعربي والعلوم والاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا. اكو شي نسيناه؟ ها الفنية. فاشل مسقط ما عنده أخلاق، بدأ يتحارش بالبنات من عمره 6 سنوات. أبوه كان دائما يقول له أنت راح تصير أكبر فاشل وما راح يصير براسك خير. اليوم مصطفى مدير عام بوحدة من دوائر الدولة. أوه. استاذ هاي الشاي مالتك حطيتك من الشكر الخاص مالتك. تفضل استاذ. تمر بشي بعد؟ اطلع. حاضر. تعال. نعم استاذ. وما طلع. الواسطة هي الحل. تعال. نعم استاذ. اطلع. حاضر استاذ. تعال. أوه مرني استاذ. روح. حاضر استاذ. وينك؟ عيون استاذ دلل. شو ما طلعت؟ روح.